أول أثر من آثار البخل على المجتمع أنه يخرج أجيالاً ضعيفة، سبب أن هذه الأجيال ما أخذت حقها من متطلبات الحياة، لا من طعام ولا من شراب ولا من كساء ولا من مأوى مناسب. وليس من مصلحة أي مجتمع أن يكون هناك أغنياء تقتلهم التخمة وفقراء يقتلهم الجوع. إذا كان الأغنياء مبتلين بالبخل وبالشح، هذا سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية الاجتماعية، وهذا يعني زرع بذور الحقد والشحناء في قلوب المجتمع، فيتحول هذا المجتمع إلى مجتمع يتقاتل مع بعضه البعض. الجاحظ كتب كتاباً سماه البخلاء، أورد فيه قصصاً عجيبة عن هؤلاء. يقول الجاحظ مثلاً: كان أحد البخلاء متضايقاً، فسأله زميله: ما بك؟ قال: انكسرت سن من أسنان مشطي وأنا أريد تسريح شعري. قال له الزميل: ألا يمكنك يعني أن تسرح شعرك بمشطك وقد انكسر سن منه؟ قال: لا، لأنه السن الأخير. أو كيف تعالج نفسك أو نفسك من البخل؟ أول شيء القناعة باليسير. أحياناً إنسان تجد دخله بسيطاً بس عنده عزة بنفسه وعنده راحة، هو مطمئن الحمد لله أن الله عز وجل أعطاه عينين وأعطاه أذنين وأعطاه قلباً يعمل وأعطاه رئتين وسلم له أولاده، والحمد لله هو جالس في بيته آمناً مطمئناً. يقول لك: أنا ملكت الدنيا. من علاج البخل أن ندرب الأشحاء على صنوف البر. أنا أنصحك إذا كنت تجد نفسك مسيكاً، ابدأ الآن بعد أن تسمع إلى هذا الدرس أن تدعو غيرك دعوة إلى بيتك لتناول طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء. أول عزيمة حتكون صعبة كثير، حيجعك قلبك ويمكن تمرض لك شيء نص نهار. معلش، مطالعة أخبار الأجواد وصحبتهم. عندما تصاحب الكرماء بتصير كريم، وإذا بيصاحب بخلاء بصير بخيل. السادس والأخير: كثرة الدعاء، ومنه التعوذ بالله تعالى من الشح والبخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال.